السلام عليكم. في الحقيقة انا جايب لكم النهاردة مفاجآت. اول مفاجأة معنا ان تم اكتشاف معادن متشكلة على سطح المريخ. اقترب مسبار كوريوسيتي التابع لوكالة ناسا على سطح المريخ من غواصب معدنية شبيهة بالزهور كده. الصخرة المتفرعة اللي عرضها سنتيمتر واحد شبه المرجان او الاسفنج كده. ورغم ان هي شبه الكائن الحي كده لكن الغواصب دي مش حية وتعتبر مشهد اعتيادي على سطح المريخ. تم التقاط الصورة دي في 25 فبراير قريب من جبل الريح في فوهد غل اللي بيبلغ عرضها 154 كيلومتر واللي بدأ مسبار كوريوسيتي انه يدرسها لما وصلها سنة 2012. الصورة دي تركبت من عدة لقطات صورتها كاميرا مسبار كوريوسيتي اللي بتلقط صور باستخدام عدسات مكبرة، والصور المركبة دي بتدي نتائج ادق بكتير جدا. قالت فريمان عالمة الكواكب ونائبة مشروع كوريوسيتي ان الصخر اللي شبه الوردة دي اسمها ملح بلاكثور، معادن اترسبت من المية القديمة اللي اختلطت قبل كده مع صخور المريخ. واضافت ان المعالم اللي بعد كده اللي لقوها على المريخ شبهها في الحجم لكن شكلها متفرع، والشكل ده اسمه الترسني مستدير او كروي زي الصخور التانية اللي في نفس الصورة. وبتقول فريمان ان هم لقوا تصخرات رسوبية زي دي قبل كده لكن الشكل الترسني ده كان اجمل شكل. كشفت كوريوسيتي عن تصخرات رسوبية تانية من ساعة ما وصلت في وهد غل، ودي مش مفاجأة لان الفوهة دي عبارة عن بحيرة اترسبت في قاعها الاشكال دي قبل كده. تم اكتشاف غواصب تانية شبه الزهور سنة 2015 في منطقة تلال بهرم، زائد تصخرات رسوبية تانية كانت موجودة في موري فورميشن سنة 2019. ولقى مسبار اوبورتيونيتي روفر وده زي كوريوسيتي برضو موجود على سطح المريخ، لقى كتير من الاشكال الكروية في ميريدياني، ودي منطقة شبه السهل كده موجودة قريب من خط الاستواء المريخ. لونها فضي على ازرق وعلشان كده اتسمت توت المريخ. وبتقول فريمان اتشكلت الصخور دي من نوع من اكسيد الحديد اسمه هيماتيت، وده اللي بيفسر لونها الازرق. بيتمتع بقى ملح بلاكثورن وغيره من الاشكال التانية اللي صورها مسبار كوريوسيتي تركيب ولون تقريبا متطابقين مع اللي موجودة في القاعدة الصخرية المحيطة. مهم طبعا استمرار توثيق اللي هي التصخرات الرسوبية دي علشان تساعد الباحثين في تحديد الوقت اللي اختفت فيه المية من سطح المريخ. واضافت فريمان ممكن نعرف المزيد عن تاريخ المية الطويل والمعقد على جبل الريح، وده بيدينا فكرة عن الفترة اللي ممكن كانت البيئة في الوقت ده صالحة للحياة. تاني مفاجأة وهو ان تم انشاء محاكاة افتراضية للكون بتاعنا. ممكن كتير من الناس يسألوا ايه سبب الحاجة للمحاكاة دي. تطور الكون بتاعنا مش بسيط الفهم. محاكاة الكون اللي بيمتد تاريخه ل 13.8 مليار سنة هتساعد العلماء على فهم ماهية تطور الكون من نشأته لحد دلوقتي. حسب التقويم الكوني اللي بيمثل تاريخ الكون من نشأته بسنة أرضية واحدة، فظهور الانسان هيكون في الدقيقة الاخيرة من اليوم الاخير من السنة الارضية. يعني الانسان ما كانش حاضر ومغائب تطور الكون على مدى 13.8 مليار سنة، وده اللي خلى العلماء يكتشفوا ادوات ممكن تساعدهم على معرفة تطور الكون عبر مليارات السنين. وبعد جهد كبير جدا عملوا عدة ادوات، وكان من ضمنها المحاكاة اللي بتشكل البنى الاساسية وتطورها. باستخدام الحواسيب المتقدمة عمل فريق عالمي من العلماء بقيادة جامعة هلسنكي في فنلندا المحاكاة الأكبر والأدق لحد دلوقتي. والمحاكاة دي عبارة عن تطور الكون المحلي، ودي ساعدتهم على فهم ديناميكيات تطور الكون واستمراره بالتطور لحد دلوقتي، بما فيهم على فكرة المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وطبعا مدى أهميتهم في تطور الكون. بيقول عالم الفلك والفيزياء كارلوس فرانك من جامعة دورهام في بريطانيا إن محاكاة الكون ده بتكشف ببساطة عواقب قوانين الفيزياء وتأثيرها في المادة المظلمة والغازات الكونية طول عمر الكون بتاعنا. قدرتنا على إعادة صنع البنى المألوفة دي وفرت لنا دعم مؤثر وخطوة إضافية لاكتشاف المادة المظلمة، وده اللي بيخلينا على الطريق الصحيح لمعرفة تطور الكون كله. المحاكاة دي بتغطي كمية كبيرة جدا من الفضاء، مساحة 600 مليون سنة ضوئية من نظام الشمس واسمها سابيلياس دار، وشملت مجموعة كبيرة جدا من المجرات بما فيهم مجرة فيرو وكوما وبيرسيوس، وطبعا مجرة درب التبانة ومجرة اندروميدا. المحاكاة للمساحة الضخمة دي من الفضاء تحتاج حساب 13 مليار من الجسيمات، وتم حساب الجسيمات دي على امتداد عمر الكون.
الدقة طبعا اعلى من اي وقت قبل كده وفي خلال اسابيع صغيرة، وده باستخدام حاسوب عملاق في جامعة دورهام اسمه كوسما انتج بيتا بايت من البيانات. بعد كده قارن الباحثين النتائج مع المساحات المقصودة للكون بتاعنا، وده سمح باستكشاف نموذج المادة المظلمة في الكون اللي بيعتبر المعيار الاساسي لرسم خرائط تطور الكون، بيعتمد بدوره على شبكة كونية واسعة من المادة السوداء. وبتعتبر الكتلة الغامضة الغير مرئية دي مسؤولة عن إضافة الجاذبية للكون ده، وده بيتجاوز اللي ممكن حسابه بالمادة العادية. يقول عالم الفلك في جامعة لايدن في هولندا ماسيو تشارلر إن مشروع المحاكاة مشروع رائد بجد، والمحاكاة تثبت ان نموذج المادة المظلمة ممكن يولد كل المجرات اللي بنشوفها في منطقتنا، وان اختبار النموذج ده مهم جدا لضمان نجاحه. اظهرت المحاكاة اللي هي سابيليا ستار ان الفضاء المحلي ممكن يكون غير اعتيادي، واللي باين انه اتطور من كثافة محلية منخفضة على نطاق واسع من المادة المظلمة من البداية، وباين ان سبب ظهور الكثافة المنخفضة دي في الشبكة الكونية المبكرة هيحتاج انه يكون موضوع للاستكشافات المستقبلية. في الوقت ده هيجري العلماء المزيد من التحليلات والاختبارات على المحاكاة، وده هيشمل اختبار نموذج المادة المظلمة. في النهاية ومن خلال حديثنا عن المحاكاة وعملها دلوقتي واضح مدى اهمية المشروع ده وقدرته على مساعدة العلماء والباحثين لمعرفة تفاصيل تطور الكون ونشأته. باختصار مشروع المحاكاة هيوفر خبري مهم بين عشرات السنين من الملاحظات النظرية والفلكية من خلال محاكاة الكون ده زي ما بنشوفه، فاحنا بنقرب اكتر واكتر من فهم طبيعة الكون بتاعنا. لحد هنا خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، ارائكم تهمني في التعليقات. السلام عليكم.